أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة من قناة رافدين الفضائية، والتي سنتناول فيها دعوة المحامين العراقيين لتدويل ملف التعذيب في السجون الحكومية وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والإكراه، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين وعجز القضاء في العراق عن قبول دعاوى المشتكين من ذوي الضحايا بسبب تسييس القضاء وخضوعه لسطوة الميليشيات. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية الخاصة هنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعة. أستاذ حسين، مرحبا بكم. وسيكون عبر الهاتف من بغداد نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي، ومن عمان عبر سكايب الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. دكتور أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن عمان أيضا الأستاذ رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي. مشاهدينا الكرام، وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. الداخل إليها ماشيا مكبل اليدين معصوب العينين، والخارج منها جثة هامدة محمولة على نعش تكسوها الكدمات بلونها الأزرق وآثار ضرب وتحطيم للعظام. هكذا هي أوضاع من يساق للاعتقال في سجون العراق الحكومية. سجون وزنازين تحولت لمسالخ بشرية وفقاً لوصف لجان ومنظمات حقوقية باتت تنذر بكارثة إنسانية استدعت من نقابة المحامين العراقيين لإعلان موقفها مما يحدث وتلويحها بالذهاب نحو تدويل قضية قتل المعتقلين في السجون ومراكز التحقيق، محذرة من اعتماد وسائل التعذيب النفسي والجسدي لحمل المتهمين على الإدلاء باعترافات كاذبة. ورغم نفي وزارة العدل الحكومية وجود عمليات تعذيب ضد المعتقلين، متذرعة بأن لجانها الطبية لم توثق أي أعراض على أجساد الموقوفين لديها، إلا أن الصور التي ينشرها ذوي الضحايا لجثامين أبنائهم تؤكد أن الضرب واستخدام الكهرباء وحرق المناطق الحساسة من أجسامهم باتت ثقافة سائدة ونهجاً يدأب عليه القائمون على السجون التي تفتقر لأبسط المعايير الدولية، وفقاً للجنة حقوق الإنسان النيابية التي أقرت بأن الانتهاكات تجري دون رقابة تذكر. ولعل منع إدارات السجون أعضاء مفوضية حقوق الإنسان ووفوداً حقوقية من نقابة المحامين الالتقاء بالمعتقلين لهو دليل على وحشية ما يجري خلف القضبان، فخلال شهر تموز وحده كشف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب وفاة 21 معتقلاً تحت التعذيب والإهمال الطبي في سجن الناصرية وإصابة نحو 250 بأمراض مميتة. معظم هؤلاء النزلاء هم من المحافظات المنكوبة، اعتقلوا بدوافع طائفية ووشايات كيدية. انتهاكات تعد بمثابة إبادة جماعية لم تكن لتثير غضب أوساط بعينها حتى قتل معتقلان خلال أقل من أسبوع تحت التعذيب في مراكز توقيف في البصرة. ليدرك الجميع بأن السجون الحكومية باتت بيئة مناسبة لممارسة عمليات التعذيب بحسب وصف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، لتغدو البلاد حلبة بلا قانون أو حقوق. إذا المشاهدين الكرام، نتناول في هذه التغطية دعوة المحامين العراقيين بمسألة تدويل ملف التعذيب في السجون الحكومية وانتزاع الاعترافات بالتعذيب والإكراه. أبدأ مع الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور أيمن، أجدد الترحيب بكم. يعني في الوقت الذي من المفترض أن تتخذ بعض الإجراءات لإيقاف العنف ضد المعتقلين، نلاحظ أن المعتقلين وهم بالعشرات يموتون تحت وطأة التعذيب، وذلك من أجل انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والإكراه. لكن سؤالي هنا، ماذا يعني لكم استمرار هذه الوفيات في السجون دكتور أيمن؟ تحية لك أخي ولضيوفك الكرام ولجميع المشاهدين. هذا حقيقة نهج حكومي ونهج سياسي في العراق في التعامل مع المعتقلين،
المعتقلون الذين خضعوا لاعتقال عشوائي، لاعتقال تعسفي، وزجوا في السجون، والموت مستمر في هذه السجون الحكومية المعلنة. ونحن في قسم حقوق الإنسان حقيقة أعددنا إحصائية لأعداد الوفيات داخل السجون الحكومية خلال النصف الأول من العام الحالي الجاري، تظهر فيها أرقام حقيقة مرعبة، وفاة يعني أكثر من معتقل كل 3 أيام، يعني حتى في بعض الأسابيع هنالك يعني معتقلان في حالتا وفاة من المعتقلين داخل السجون الحكومية المعلنة، يضاف إليها ما تم رصده وتوثيقه خلال شهر تموز الماضي، فيصار إلى ذلك حقيقة النسبة هذه مرعبة جدا، وهي تزيد عن نسبة حتى العام الماضي الذي هو كانت النسبة فيه أيضا عالية في هذه الأمور. وبالتالي نحن أمام منهج سياسي في العراق في التعامل مع ملف المعتقلين، وكما ذكرت المعتقلون هم من يعني معظم المعتقلين هم من أبناء المحافظات المنكوبة في جراء الحرب التي شنت بزعم محاربة الإرهاب. الإرهاب هو ما يجري في السجون الحكومية المعلنة، التعامل مع المعتقلين، السجون الحكومية تفتقر لأبسط معايير الإنسانية، ولا يعني وتصر إدارات تلك السجون على عدم السماح بزيارة مرافق التوقيف من قبل المنظمات والمراكز الحقوقية المعنية بهذا الشيء، ولا سيما محلية أو عالمية. نعم دكتور. هي ترفض، ولا سيما لجنة الصليب الأحمر، فهذا يدلل على أن هنالك عزل كامل للمعتقلين داخل السجون. طيب. واستفراد بهم وإخضاعهم لشتى أساليب التعذيب والقتل والموت والإرهاب، فهم يموتون في كل يوم حقيقة، والتقارير التي تريدنا من داخل السجون تؤكد هذه الحقائق وتعضد الكثير من الشهادات والإفادات لمعتقلين حاليين ومعتقلين سابقين وذوي معتقلين حقيقة، كلها تؤكد التعامل الوحشي مع المعتقلين داخل السجون الحكومية المعلنة. نعم دكتور. أستاذ حسين، حتى هذه اللحظة يعني وسائل الإعلام على مختلف مشاربها، نحن لا نعلم كم عدد السجون في العراق أو عدد السجون في وزارة العدل، خاصة أنها تتحدث أي وزارة العدل تقول أن هناك سجون خارج سيطرة الوزارة. نعم. لماذا هذا التعتيم في مسألة عدد السجون في العراق؟ يعني بداية أثني على دعوة المحامين العراقيين لتدوير قضية المعتقلين، وأتمنى أن يقوموا بهذا الإجراء عاجلا ولا يرضخوا لأي ضغوط أو أي تهديد مهما كان من أي جهة كانت، وأن يمضوا بهذا الإجراء. عندما نتحدث عن المعتقلين في العراق وعن السجون، فحقيقة هذا الحديث سجون ومآسي وأحزان. العراق البلد الوحيد الذي لا يعرف عدد سجونه ولا عدد مساجينه. ممكن عدد المساجين لا يعرف بالدقة، ولكن لا يمكن أن لا نعرف عدد السجون في العراق. هذه مهمة وزارة العدل، السجون مهمة وزارة العدل، ويجب أن تكون هي المسؤولة والمشرفة على كافة السجون. عندما تقول أن هناك بعض السجون غير خاضعة للوزارة، هذا لا يبرئها من المسؤولية، لأنه يجب أن يكون لها موقف من أي سجن يفتح بدون يعني علمها وبدون إشرافها. لم يكن لديها أي موقف من هذه السجون. اليوم السجون السرية بعدد السجون العلنية المبنية في العراق، رغم أن الانتهاكات في كافة السجون وبكل أنواعها سواء كانت السرية أم العلنية، لكن على الأقل العلنية معروف فيها عدد الموقوفين والمسجونين. لهذا هذا لا يبرئ
وزارة العدل من مسؤوليتها عن السجون السرية أو السجون التي لا غير خاضعة لها. لا يمكن لبلد لكل ميليشيا فاتح سجن ولكل حزب فاتح سجن ولكل شخصية قد يجوز سياسية لديها يعني سجن خاص. لديه سجن خاص. نعم. هذا انتهاك لحقوق الإنسان العراقي، بل انتهاك لكرامة الإنسان العراقي، لأنه لا يمكن بهذا الوضع أن يدوم بلد. ما هكذا تدار الدولة. السجون يجب أن جميعها تخضع لوزارة العدل، والموقوفين يجب أن تكون مدة الموقوفية محدودة وفق القانون العراقي. لا يمكن موقوف لسنوات. نعم. اليوم أكو ناس منذ أشهر وسنوات موقوفين ولم يعرض على محاكمة، لأنه لا يوجد يعني دليل إدانتهم، وهؤلاء يقبعون تحت السجون. ما هو موقف وزارة العدل من هؤلاء؟ لماذا لا تحسم قضاياهم؟ ثم اليوم عندما نتكلم عن السجون والمعتقلين، بالتأكيد احنا لا نتكلم عن ندافع عن القتلة وتجار البشر. طبعا تجار بالبشر والمخدرات وهؤلاء الذين قتلوا الشعب العراقي. نتكلم عن ضحايا المخبر السري. نتكلم عن ضحايا من أخذ منه الاعتراف تحت التهديد والتعذيب. نعم. عن هؤلاء نتكلم، وهؤلاء ليسوا بالعدد القليل، ليسوا خمسة ولا مئة ولا ألف. نعم. هؤلاء عشرات الآلاف موجودين. لهذا السبب أن قضية السجون العراقية هي قضية يجب أن تدول، لأنها أصبحت أكبر من أن تحل داخليا. طيب. حقيقة أكبر من أن تحل. يجب أن تدول ولا تكون حبيسة للمحاكم المحلية. أنتقل بهذا المفصل إلى الأستاذ رحيم الكوبيسي، أستاذ القانون الدولي. أجدد الترحيب بكم أستاذ رحيم. أستاذ رحيم، باعتباركم أستاذ للقانون الدولي، يعني ما هو المطلوب من الضحايا أو من ذوي الضحايا حتى تقبل المحاكم الدولية النظر في القضايا والدعاوى المقدمة منهم؟ ما هو السبيل إلى ذلك أستاذ رحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لضيوفك الكرام وتحياتي لمشاهدي القناة. الحقيقة ما يجري في العراق شيء مفزع، أرقام صادمة، العدد المعتقلين، السجناء في العراق، يعني ما يجري في العراق فاق كل تصور. وبالتالي عندما نتحدث عن أعداد، فهم أعداد المعتقلين والسجناء، السجناء الذين صدر بحقهم حكم ويفترض الآن خلاص دخلوا سجن معين محدد حسب عدد السجون الموجودة. أما المعتقلين فهم عدد كثر، وبالتالي هؤلاء يعذبون ليلا ونهارا، إما ابتزاز منهم أو محاولة الحصول على مغانم، لأن أصبح المعتقل العراقي والسجين مغنم لأولئك الذين يتسيدون على بالشارع العراقي أو بالشارع السلطة العراقية. نعم. طيب. أكثر من 200 شخص داخل السجون العراقية حسب إحصاءات فارقوا الحياة خلال السنوات الثلاث الماضية. خلال اليومين الأسبوع الماضي في البصرة، لأن تعرف أكثر من شخص توفي نتيجة التعذيب، والتعذيب من الجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. قواعد القانون الدولي وثقت أن كل جريمة ترتكب بقصد تعذيب للانتهاك والحصول على معلومات من المتهم او الشخص المدان، هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي المسؤوليه ليست مسؤوليه الشخص الذي قام بالفعل، فهو عباره عن شخص ماجور، وانما السلطه السياسيه ممثله بوزاره الداخليه، ممثله بوزاره الدفاع، ممثله برئيس الوزراء، اي كل الاجهزه الامنيه المسؤوله عند ذلك. عندما نذهب إلى القضاء الدولي، عند القضاء العراقي والقضاء الدولي، مع كل الأسف القضاء العراقي لا زال إما خائفا أو أن القضاء مسيس في هذه الحالة فينتصر للمجرم، يرتسم للمجرم ولا ينتصر للضحية ولا ينتصر للذي أذاقته هذه المجموعات مر العذاب. إذن نحن نتجه إلى القضاء الدولي، القضاء الدولي، المحكمة الجنائية الدولية. العراق مع كل الأسف غير موقع على قانون المحكمة الجنائية الدولية. نعم. وننتظر لابد من إحالة من مجلس الأمن لكي يصار إلى محاسبة هؤلاء. إذن نستطيع من خلال الهيجان الإعلامي، من خلال منظمات حقوق الإنسان بالخارج تشير إلى أن هؤلاء الذين يتولون السلطة بالعراق
المجرمون الحقيقيون معروفون ومعروفون بالاسم في هذه الحالة، وخصوصا عندما نقول أكثر من 700 من منطقة صغيرة في ضواحي الفلوجة، هي في الصقلاوية أو في الرزازة، إذن الضحية معروفة والمجرم معروف، فلماذا لا يتحرك القضاء العراقي؟ إذا نما إلى علم الدعاء العام أن جريمة ما قد ارتكبت فعليه أن يتحرك من ذاته، لأن هذه جرائم ضد الإنسانية، أن يتحرك من ذاته دون شكوى دون دعوة، فما بالك إذا قام ذوي الضحايا بتقديم شكاوى إلى النائب إلى المدعي العام وإلى إلى المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان لكي يعرف العالم ما يجري داخل العراق. طيب أستاذ رحيم، سأسألك، هل هناك محاكم أجنبية محددة تقبل النظر بهذه الدعاوى؟ ولكن دعني أنتقل إلى الدكتور أيمن العاني. دكتور، في الوقت الذي تتهم السجون الحكومية بأنها تمارس عمليات التعذيب، لكن وزارة العدل في العراق تنفي هذه التهم، لماذا هذا النفي دكتور من وجهة نظركم؟ الحقيقة وزارة العدل موقفها أي جهة مشاركة في العملية السياسية والنظام السياسي القائم في العراق، وهو نظام متورط بشكل مباشر في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء الشعب العراقي من جميع الفئات، وطبعا هذا يدفع عن نفسه التهم، لكن واقع الحال يتحدث هنالك آلاف الأدلة، يعني لا أقول مئات الأدلة، حقيقة آلاف الأدلة التي توثق تورط إدارات السجون الحكومية المعلنة بعمليات التعذيب، وهي حقيقة يعني السجون الحكومية في العراق هي أسوأ وسائل الابتزاز في التاريخ الحديث. كل المعتقلين يتعرضون للابتزاز المالي والابتزاز من جميع الأشكال، حقيقة هذا كله أمر ممنهج وأمر مخطط له ويجري تنفيذه داخل السجون بحق هذه الفئة، وهي فئة ضعيفة من فئات المجتمع، لا حول لهم ولا قوة، ولا تسمح لهم وزارة العدل ولا أي جهة أخرى في الدفاع عن أنفسهم بشكل مناسب. ولك أن تتصور أخي الكريم والجميع ماذا يحدث للمعتقل داخل السجون. لدينا في البصرة مثال حقيقة، وبالنسبة لدعوة نقابة المحامين نحن يعني نقول أن تأتي متأخرا يعني خير من أن لا تأتي، وهذه الدعوة متأخرة، لكن مع ذلك نحن ضم الصوت إليها ونشد على أيدي الإخوة في نقابة المحامين، باعتقادي أن هذا الأمر سيظل حبيس الإعلام، لأنه لا يمكن. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور أيمن العاني، ولكن يعني أنتقل إلى الأستاذ حسين السبعاوي. أستاذ حسين السبعاوي، مع كل وجود هذه التقنيات، لماذا تستمر أزمة اعتقال الأبرياء في العراق بناء على تشابه الأسماء؟ ما حدث لهشام محمد الخزعلي خير دليل على ذلك. ألا تعتقد أن مسألة الاعتقال تحمل أو تحمل بعدا طائفيا سياسيا أستاذ حسين؟ يعني هو بعدا طائفيا وهو انتقاما، وهي حقيقة قضية أنه التقنيات اللي موجودة، أنا لا أعتقد يوجد اسمين متشابهين إذا ما أخذنا اسم الأم واسم الشخص سواء الثلاثي أو الرباعي. كيف يهمل اسم الأم؟ لماذا يهمل اسم الأم والمواليد؟ لا يوجد شخص عراقي يشبه الاسم الثلاثي من حيث اسم الأم والمواليد واسم الأب. طيب يا أخي، هي القضية يراد إذلال الناس، وهذه أحد الأسباب أو حجة من الحجج التي تتبناها هذه الأجهزة لغرض اعتقالهم وإيذائهم، ولكن لا يوجد شيء اسمه تشابه أسماء، هذه كذبة. وللأسف أنه أغلب وسائل الإعلام تداوله، وحتى القضاء ومؤسسات أمنية، منين يأتي تشابه الأسماء؟ خذ اسم الأم الثلاثي،
هل يتشابه؟ جواب لا. خذ المواليد لا. إذن المتهم لابد أن تكون هناك عليه إضبارة. هذا المتهم اسمه فلان فلان فلان، اسم أمه كذا ومواليده كذا. طيب أعتني بواحد يتشابه معه، لا يمكن. هو يأخذ اسم الثلاثي مال الأب ويترك اسم الأم ويترك المواليد. طبعا عشرات العراقيين خصوصا بدأت شعب العراقي اسمه متشابه، حسين ومحمد وعمر وعلي وكذا. إذن هو لا يريد الحل، لا يريد يبحث تحديدا عن المجرم حتى يقبض عليه ويخلص ويتخلص الشعب العراقي منه، وإنما يريد إذلال فئة من الناس سواء لبعد طائفي وبعد سياسي. وأيضا هناك قضية الفساد. المعتقل اليوم يتعرض، يعني عدد المعتقلين هو أشبه بغنيمة. فساد من حيث الأطعام، فساد من حيث مع أهل من ذوي المعتقل، ابتزازهم بكل شيء. إذن إحنا أمام منظومة فساد ومنظومة إجرام ضد هذا الشعب من كل النواحي. يعني واحد عنده 20 معتقل ولا يريد أن يفرط بيهم، ما يريد ترحيل، ما يرحلهم المحاكم، ما يحيلهم على المحاكم. حتى بعض الذين يعني يأخذون إفراج يبقون في المعتقلات. نعم، يبحثوا عن اسم آخر، يبحثوا عن دعوة أخرى، يخلي واحد من المسجنة يقيم دعوة عليه. إذن إحنا أمام منظومة متكاملة تستهدف الشعب العراقي. اليوم إحنا صح أغلبية المعتقلين هم مكون واحد، لكن خلال يومين يقتل اثنين في البصرة وكذلك في بغداد. ثوار تشرين منين؟ أليس من العمق الشيعي داخل وسط وجنوب العراق؟ فإذا هي يعني تستهدف الشعب بعمومه. نعم الأغلبية من مكون واحد من المدن المنكوبة، ولكن بالأصل علينا أن ننتبه أنه هي تستهدف جميع الشعب العراقي. طيب، وخاصة القوى الوطنية. طيب، نرحب بالأستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين من بغداد. أستاذ ضياء، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ ضياء، شكرا لتلبيتكم الدعوة. نقابتكم أطلقت دعوة لتدويل قضية التعذيب في السجون الحكومية، طبعا على خلفية تكرار وفيات المعتقلين تحت وطأة التعذيب. هل يمكن شرح أكثر عن تفاصيل هذه الدعوة أستاذ ضياء؟ الحقيقة الخيشة ثلاثة. أستاذ ضياء، هل تسمعوني؟ تعلق يعني ممارسات التعذيب التي تنال أستاذ ضياء الصوت، يعني حريات من الصوت محدودين، وبالتالي يعني لابد من التصدي بكل الطرق لوقف استمرار يعني حالات التعذيب بكل أشكاله وألوانه وصوره، ولا سيما وأن دستور العراق في سنة 2005 على منع. أستاذ ضياء، الصوت لا يصلنا واضحا، هل يعني شوية تعلون من الصوت أستاذ ضياء لو تفضلتم؟ نعم، وكذلك قانون العقوبات التعذيب يعني تترتب عليه يعني آثار خطيرة تتعدى يعني الحالة الإنسانية، لأن الإنسان هو طاقة محدودة لربما يعترف كذبا في جريمة ينسبها. أستاذ ضياء، الصوت غير واضح تماما، يعني يرجى من الأخوة إعادة الاتصال بالأستاذ ضياء السعدي ليدلو بدلوه في هذه التغطية. أنتقل إلى الأستاذ رحيم. أستاذ رحيم، هل هناك محاكم أجنبية محددة تقبل النظر بالدعاوى المقدمة خارج النطاق الجغرافي؟ هل بالإمكان ذلك أستاذ رحيم؟ إذا ما حدد شخص بالاسم وتواجد، وغالبيتهم يحملون الجنسيات الأجنبية، وتواجد في دولة أجنبية بالإمكان إقامة الدعوة عليه في 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 الأماكن، لأنه مبدأ شخصية مبدأ إقليمية القانون الجنائي ومبدأ تدوين القانون الجنائي. إذن ممكن المتابعة في هذه الحالة، لكن أنا أريد أشير إلى نقطة، لأنه إذا ارتكبت جريمة المادة 19 من الدستور صريحة، تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها. يعني لا يمكن أن يبقى الشخص معتقل أكثر من 48 ساعة. فإذا كان متهما عند ذلك تحال الأوراق من قاضي التحقيق إلى 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 قاضي الجنايات، وإلا يطلق سراحه
بعدين بالنسبه للتعذيب ماده 37 من الدستور ايضا يتحدثون ليلا ونهار دستور ودستور، حريه الانسان وكرامته مصونه، لا يجوز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، لكن الذين يعتقدون بقرار من الميليشيات والنص صريح يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعامله غير الانسانيه، ولا عبره باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد. كل الاعترافات كل التي تنشرون صورهم هؤلاء كلها هذه الاعترافات تحت في التعذيب وبالاكراه، اكراه نفسي واكراه جسدي في هذه الحاله. وعندما تقول وزارة العدل لا هذه قضايا فردية ولا عبرة لها، المفروض تكون لجان تحقيق تذهب إلى السجون دون وجود السجانين، لأن السجانين عندما تغادر هذه اللجان تبدأ بتقريعهم وتعذيبهم مرة أخرى. لا بد من أن يكون أن تكون اللجان التي تحقق بعيدة كل البعد عن شبهات، هم اولئك الذين يمارسون التعذيب. طيب استاذ رحيم، يشكل نعم لجان تحقيق منهم. استاذ رحيم سانتقل الى عوده الى الاستاذ ضياء السعدي نقيب المحامين العراقيين. استاذ ضياء هل تسمعوني بشكل واضح؟ هذه دا اسمعك تفضل. طيب استاذ ضياء، ما هي المستندات القانونية في إطلاق دعوة تدويل قضية التعذيب في السجون الحكومية؟ ما هي هذه المستندات التي استندتم عليها في إطلاق هذه الدعوة؟ يعني هو في الحقيقة احنا نقابة المحامين والمحامين يخشون ان تتحول يعني ممارسات التعذيب مع المعتقلين والوقوفين الى نوع من الممارسه يعني اليوميه، وبالتالي تتحول الى منهج، وهذا يشكل يعني خطوره وتترتب عليه اثار يعني خطيره على صعيد القانون. منها هو التعذيب يؤدي الى يعني بالاكراه الى الاعتراف بجريمه لربما لم يرتكبها يعني هذا الموقوف، وبالتالي يؤدي الى تضليل القضاء والعدالة، وأيضا يؤدي إلى حقيقة الإفلات يعني الفعلي لمرتكب الجريمة. حقيقة لابد من التصدي يعني بكل من أجل وقف ممارسات التعذيب يعني في السجون وبالمواقف وبالإصلاحيات. هل قمتم بالدعوة إلى التدويل بعد أن يأستم من القضاء العراقي أستاذ ضياء؟ نحن لا نزال نراهن على القضاء العراقي، ولكن حقيقة أن الكثير من الذين يتعرضون إلى التعذيب لربما لا يلجؤون إلى القضاء. طيب قرارات عديدة صدرت من القضاء وطبقت قانون العقوبات الذي يقضي بسجن من يقوم بأفعال وممارسات التعذيب، ولا حقيقة يحميه من العقوبة هو التذرع بتوجيه تعليمات. نعم أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، هل تعتقدون أن التقدم بالشكاوى إلى المحاكم الدولية والنظر فيها وبالتالي إدانة المجرمين على هذه الأفعال، هل تعتقدون أنها ستشكل رادعا قويا لوقف ممارسات التعذيب؟ لا بالتأكيد أستاذ، لأنه هذه الجريمة هي يعني محرمة بموجب دستور 2005، وأيضا محرمة وممنوعة ومخالفة لقانون العقوبات ولقانون أصول المحاكمات الجزائية. يضاف إلى ذلك أن العراق موقع على اتفاقية مناهضة التعذيب، وبالتالي الاستمرار يعني ليس بصدد والله هنالك ممارسات فردية أو أصبحت ظاهرة أو نهج، نحن أمام أفعال تعذيب حقيقة. يعني حقيقة التعذيب يمارس، هذه حقيقة ثابتة، وبالتالي لابد من التصدي بكل الطرق القانونية من أجل يعني حقيقة التعقيب القضائي والقانوني على مرتكبين هذه الجريمة
أمام القضاء، سواء أمام القضاء الوطني أو أمام القضاء الدولي، لأن الاستمرار في هذا النهج يترتب عليه آثار خطيرة، ليس فقط على صعيد يعني الحقوق الإنسانية أو على صعيد تحقيق العدالة، وإنما لربما أن يؤدي إلى حقيقة إلى فقدان الثقة عندما يودع أي واحد يعني في مركز اعتقال أو توقيف، وبالتالي يتعرض إلى الضرب أو إلى التعذيب أو كل الأساليب الحافة للكرامة الإنسانية، وقد تنتهي إلى الموت أو الإصابة بإعاهة يعني دائمة. وبالتالي النقابة مبكر لاحظت أن وجود مثل هذه الجرائم لا بد من معالجتها، ولكن الذي يقف حائلا هو أن النقابة لا تستطيع أو تمنع في بعض المرات من زيارة السجون في الوقت أن مفوضية حقوق الإنسان لها الحق أن تقوم بزيارات مفاجئة. وبالتالي لجئنا إلى نوع من الاتفاقية أو التعاون حتى نستطيع أن نشترك معهم في إيجاد زيارات مفاجئة إلى مراكز التوقيف والاعتقال، واللقاء أيضا مع الموقوفين والمحجوزين، ولغرض التأكد من أنهم لم يعني ينالهم التعذيب أو التهديد بممارسة التعذيب، بما يؤمن الحفاظ على حقوق القانونية المعقودة للمحجوزة حقيقة للمصادرة حريتهم. أستاذ ضياء، بسؤالي الأخير لحضرتك باختصار لو سمحتم، آلية التحرك يعني ذو الضحايا كيف سيتحركون؟ ما هي الإجراءات المطلوبة منهم؟ هل يأتون إلى النقابة من أجل تقديم هذه الدعاوى؟ أستاذ، أولا هم أحرار بتوكيل أي محامي يجدونه مناسبا للدفاع عن حقوق هؤلاء الذين تعرضوا إلى التعذيب. وحق التقاضي أيضا هو مكفول، وأبواب المحاكم يعني مفتوحة، ولا سيما قضاة التحقيق. أيضا النقابة، وأنا أعلم من خلال يعني قناتكم الجليلة أن النقابة أبوابها مفتوحة وتتبنى مثل يعني مثل هذه القضايا للدفاع عن حقوق الذين تعرضوا إلى التعذيب. ونحن نؤكد دائما أنه مطلوب من القضاء عندما يأتي المحامي ويطعن بالاعترافات أو الإقرارات التي أخذت بالإكراه أو تحت التعذيب يعني وطأة التعذيب الجسدي أو النفسي، على المحاكم أن تستجيب إلى المحامين الوكلاء عن هؤلاء المتهمين بالإحالة الفورية إلى الطبابة العدلية للتأكد يعني على مدى تعرض هذا السجين إلى التعذيب، لأنه حقيقة الأحكام القضائية لا تبنى على اعترافات كاذبة قد انتزعت يعني بالقوة والقسر والإكراه. الأستاذ ضياء السعدي، نقيب المحامين العراقيين، شكرا جزيلا لكم. دكتور أيمن العاني، مفوضية حقوق الإنسان دائما نراها في نشرات الأخبار تصدر بيانات يعني تدين فيها الأعمال العنف التي تجري داخل السجون، ولكن بشكل تورية لا تستعرض هذه الانتهاكات التي تحدث في السجون بشكل علني ومطلق، وأيضا يجابه القضاء العراقي وحتى الأجهزة الأمنية الحكومية. هل ترى أن مفوضية حقوق الإنسان في العراق تقوم بدورها مع الحديث عن، طبعا تتحدث عن تدخلات من قبل مجلس النواب بعمل مفوضية حقوق الإنسان؟ نعم، الحقيقية عمل المفوضية مفوضية حقوق الإنسان في العراق يعني المراقب لمسار هذه المفوضية يخرج بنتيجة، مع الأسف الشديد مفاد هذه النتائج أو النتيجة هو مسألة كسب الوقت وتمييع قضايا كثيرة في سبيل التستر على المرتكبين. هي طبعا تأخذ جزء من هذا الدور، وبالنتيجة لدينا إفلات مطلق من العقاب. ماذا يعني المرتكبون لجرائم قتل
المتظاهرين السلميين طلقاء، لا أحد يعني لم يتعرض أحد منهم إلى أي مساءلة فضلا عن معاقبة. لجان التحقيق التي تشكلت والتي كانت المفوضية جزءا منها أو متعاونة معها لم تخرج بنتائج فعلية عملية تنصر المظلوم وتحاسب الظالم أو المرتكب لهذا الانتهاك أو ذاك. بالتالي هنالك حلقة مفرغة في عمل هذه المفوضية لم تخرج بشيء يعني ينتصر للضحايا بشكل حقيقي وجاد وحاسم، لأن هذا الأمر يراد له كما ذكرت هو يعني كسب الوقت والمشاركة في التستر على المرتكبين. بالنتيجة هذه هي النتيجة الحاصلة مع الأسف الشديد. وبال يعني الأمر الذي سجل يضاف على ملف حالات الوفاة للمعتقلين داخل السجون سواء تحت وطأة التعذيب أو من جراء الإهمال الطبي الممنهج أو غياب الخدمات الطبية بالكامل. هذا يضاف عليها أنه حالات الوفاة تعدت السجون المشهورة والمعروفة بهذه الحالات إلى مراكز الشرطة، وهذا طبعا يعني حقيقة تصعيد خطير في حالات وفاة المعتقلين، ويدلل ويعضد حالة الإفلات المطلق من العقاب بالنسبة للمرتكبين، ويفند ادعاءات الجهات الحكومية أو الجهات البرلمانية، وهو برلمان يعني أداؤه يعني سيء جدا. لم يخدم مصالح الشعب ولم يقدم لهذا الشعب المظلوم ولا هذا الشعب المقهور أي خدمات تذكر. فهذا كله تصعيد خطير، ويعني كما ذكرت يعضد الإفلات المطلق من العقاب ويفند ادعاءات الجهات الحكومية في التحقيق أو الوقوف على الحقيقة في كثير من الملفات ولا سيما ملف المعتقلين والوفاة. أستاذ حسين السبعاوي، الموت نتيجة التعذيب، سأبحث معكم هذا المفصل، ولكن دعوني مشاهدين الكرام ضيوفنا نشاهد انفوغراف يتناول واقع السجون الحكومية وأيضا يتناول أيضا ممارسات التعذيب التي تجري فيها. إذن مشاهدينا الكرام، نتناول في هذه التغطية دعوة المحامين، نقابة المحامين العراقيين لتدويل ملف التعذيب في السجون الحكومية. أستاذ حسين سبعاوي، أجدد الترحيب بكم. الموت نتيجة التعذيب، من يتحمل المسؤولية؟ يعني من يتحمل مسؤولية موت هشام محمد في مديرية الجرائم في محافظة البصرة؟ هل هي أعمال فردية تحاسب عليها مديرية الجرائم فقط، أم أن القضاء والحكومة هي مسؤولة عما يحدث داخل السجون العراقية؟
خلينا نعرف وضع العراق بعد 2003، وأنا ذاك ندرك هل هي كانت هي حالة فردية أم هي حالة فقط تخص الأجهزة الأمنية أم هي الكل مشترك فيها. نعم. أنا أعتقد النظام السياسي في العراق هو مسؤول على كل هذه الجرائم بدليل بعد 2003 جريمة أبو غريب أصبحت يعني الإعلام العالمي والدولي كله تكلم بها، ورأينا كيف حدث ما حدث في هذه الجريمة. هذا كان احتلال في تلك الفترة. الاحتلال نقل هذا النهج إلى الحكومات السابقة. أول وزارة داخلية تشكلت صولاغ عندما كان يستخدم الإدريل. صولاغ رجل سياسي ووزير داخلية وينتمي لكتلة. عندما يستخدم الإدريل مع المواطنين والكهرباء والمشار والتقطيع والتعذيب، هذا لا يعني أن هناك رجل ضابط أو جندي قام بهذا الفعل ويتباهى به. زين، هل القضاء العراقي أو الحكومات العراقية حاسبت على هذا الفعل؟ لا. احنا ما ننسى، ما نتكلم اليوم على علي الشمري رحمة الله عليه البارحة، خلنا نتكلم من 2003 ونأتي على الجرائم الكبرى التي حدثت. عندما تحدث الجرائم في سجون سرية، احنا اليوم ما نعرف السجون السرية في العراق، سجن طائفي يدار في مدينة الموصل في القلعة في تل العفر اسمه سجن القلعة، يضم المئات. سجون سرية في مناطق أيضا الموصل، سجون سرية في الصقلاوية وفي الفلوجة. هذه السجون السرية أغلب المعتقلين فيها هم نفسهم المقابر الجماعية التي تظهر. إذن هل هذا هو ممارسة فردية؟ الجواب لا، هذه ليست ممارسات فردية، هذه مسؤولية النظام السياسي. نعم. عندما الوزير يتباهى باستخدام الدريل والكهرباء ضد المعتقلين ويذهب المئات وبدون عقوبة، هذه ليست مسؤولية فرد ولا مسؤولية حزب، مسؤولية نظام بكامله. المتظاهرين السلميين اللي جاء بعد 2019 تفشرين أكثر من 1000 شهيد، تقريبا نسبة كبيرة منهم بالتعذيب، شكل لجان تحقيقية. طيب هل هذا هو ممارسة لصغار الضباط أو للجنود أو القائمين على السجون؟ لا، الموضوع هو نظام سياسي لم يترك هذا النهج من 2003، وقد غذي بهذا النهج من قبل الاحتلال، وجريمة أبو غريب ما زالت حاضرة ويعني نشاهدها بكل ألم. نعم. فإذا هي قضية ممنهجة. طيب. والنظام السياسي مسؤول على هذا. أستاذ رحيم، ما الذي يمكن أن تتخذه هذه المحاكم الدولية من إجراءات قانونية؟ سأبحث معكم هذا المفصل، ولكن دعوني ضيوفنا الكرام مشاهدينا نتوقف مع هذا الفاصل القصير، والذي سنشاهد فيه هذه المقاطع لنقيب المحامين في العراق وأيضا عدد من المحامين ومعلوماتهم عما يجري في السجون الحكومية من تعذيب. ممارسة التعذيب داخل السجون والمعتقلات هذا ليس فقط يعني يشكل يعني مخالفة واضحة للنظام القانوني السائد في العراق، وإنما يعتبر معاملة تشكل جريمة إنسانية لا بد من التعقيب على مرتكبي جريمة التعذيب من قبل تابعين إلى الأجهزة الأمنية. أكثر إدارات السجون سواء التابعة لوزارة الداخلية أو وزارة العدل لم تستجب لطلب النقابة بإجراء زيارات للسجون والمعتقلات والمواقف للوقوف على مدى تمثلها للشروط القانونية لهذه المعتقلات أو لهذه المواقف، وأيضا للاتصال مع المحجوزة حرياتهم والوقوف على أسباب اعتقالهم. بالتأكيد أكو هناك حالات كثيرة بالإخفاقات كثيرة، وهناك حالات مخالفات قانونية تقوم أثناء التحقيق. نعم. لأسباب كثيرة بسبب الظروف والوضع الآن اللي يسود بالبلد. نعم. وحالة الإرباك اللي موجودة، فهناك كثير من حالات من المخالفات اللي تتم والتجاوزات اللي تتم على القانون والتجاوزات اللي تتم على كرامة وحقوق الإنسان أكيد يعني، وعلى ضمانات المتهم. تدري القانون وضع ضمانات للمتهم بالإجابة وعدم الإجابة على الأسئلة وعدم يعني كل القانون نص عليها،
لكن هناك تجاوزات، ولذلك تشوف هناك حالات تعذيب وحالات إكرام وحالات اعترافات غير صحيحة واعترافات مخالفة. لاحظ المحامي بحضور حقيقي أثناء التحقيق، حيث لا يسمح للمحامي العراقي بالحضور أمام القائم بالتحقيق أو ضابط التحقيق، ولكن يسمح له أمام قاضي التحقيق، وهذه طريقة تجعل من القائم بالتحقيق وضابط التحقيق ممارسة بعض المخالفات القانونية مثل وسائل التعذيب سواء النفسي أو الجسدي. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا وإياكم مقطع لنقيب المحامين وعدد من المحامين يتحدثون عن التعذيب في السجون الحكومية والإجراءات القانونية التي يرمون القيام بها. أستاذ رحيم، يعني ما الذي يمكن أن تتخذه المحاكم الدولية من إجراءات قانونية ضد من تثبت إدانته في التعذيب في العراق؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن يعول ذوي الضحايا على المحاكم الدولية في محاسبة الجنات؟ بمعنى أدق وأوضح، هل ستكون القرارات على غرار ما جرى مع المجرمين في تشاوشيسكو رئيس جمهورية رومانيا؟ هل يصل الحد إلى جلب المجرمين إلى هذه المحاكم الدولية من وجهة نظركم؟ هذه تحرك مجلس الأمن سواء في رواندا ولا في رومانيا، تتحرك مجلس الأمن من ذاته. مع كل الأسف مجلس الأمن الآن مسيطر عليه من القوى الكبرى أمريكا، وبأمريكا راضية عما يحصل في العراق، راضية عما يحصل في العراق. لكن أريد أشير إلى نقطة مهمة جدا، رئيس الوزراء استدعى من يسمون بأنهم ممثلين مكون السني، وأعلمهم بأن كل المعتقلين من المكون من السقراوية وغيرها قتلوا، ولا مجال لمعرفة حتى جثتهم. نحن أقول لهم، هؤلاء الذين استمعوا لرئيس الوزراء كلهم مجرمون بالصمت، كلهم يساهمون بالجرائم التي ارتكبت بالصمت، هم صامتون على هذه الجرائم. رئيس الوزراء على معرفة كاملة، القضاء يجب أن يتحرك من ذاته لكي يعرف من رئيس الوزراء ومن الذين حضروا الاجتماع من هم هؤلاء الذين مارسوا عملية قتل العراقيين أهل الصقلاوية وأهل الرزازة بحيث اختفت حتى جثتهم. هذا مهم جدا في هذه الحالة، لأنه المجرم هنا قد تم تشخيصه بالاسم، ومن من؟ من رئيس الوزراء، من رئيس السلطة التنفيذية، من القائد الأعلى للقوات المسلحة. وأخبر من هؤلاء الذين يدعون أنهم ممثلين مكون بين قوسين المكون السني؟ إذن لهم على دراية، عرفوا بالأسماء، عرفوا بالجريمة. هذه يجب أن يتحرك القضاء من ذاته لكي يعرف من نعم أستاذ رحيم من هم الأسماء التي ذكرها رئيس الوزراء. شكراً. وارتكبت هذه الجريمة، جرائم القتل بحق، هذه جريمة ضد الإنسانية. شكراً أستاذ رحيم. من خلالها يمكن التحرك. الأستاذ رحيم الكبيسي، أستاذ القانون الدولي، شكراً جزيلاً لانضمامكم إلينا. دكتور أيمن، بدقيقة لو تفضلتم، تعتقد تدويل قضية المعتقلين في العراق سيحقق العدالة للمعتقلين؟ بدقيقة لو تفضلتم دكتور. أخي الكريم، بداية ليس عبثا أن يموت جميع حالات الوفاة التي سجلت في السجون هي لضحايا من المناهضين أو المعارضين للنظام السياسي القائم. نعم. فالحقيقة الحل الوحيد والأمثل حاليا هو تدويل قضية المعتقلين، على أقل تقدير سيتم توفير الحماية القانونية الواجبة توفيرها في هذه الحالات إذا ما تحقق تدويل هذا الملف. دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا. أستاذ حسين، الله يسلمك. أستاذ حسين، إجراء دولي، هل تعتقد أن المعتقلين سيكون متفائلين بتحويل قضيتهم من مسألة محلية إلى مسألة دولية؟ هل تعتقد أنه سينصفهم في ذلك؟ أنا أعتقد هي خطوة أولى بالاتجاه الصحيح، ولكنها لن تكون هي الحاسمة لقضية المعتقلين العراقيين. قضية المعتقلين العراقيين تحتاج إلى عمل متكامل سياسي وقانوني حقوقي إنساني إقليمي محلي دولي. لا يمكن لمؤسسة واحدة تستطيع أن تنقذ المعتقلين في العراق، لأنه بدليل أنه لا نعرف عدد السجون، وليس فقط عدد
المسجونين فيه. أنا أشكرك أستاذ حسين سبعاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في الاستوديو. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.